تونس. نشرة الأخبار. اليوم انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا بمشاركة أكثر من 140,200 مترشح. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن تخصيص منح جامعية لفائدة المتفوقين في امتحان البكالوريا للدراسة بفرنسا وألمانيا. في القمة الكورية الجنوبية الإفريقية الأولى، تونس تشدد على ضرورة مراجعة النظام المالي العالمي الحالي. اتحاد الفلاحين يدعو للتعجيل بإصدار مقرر أسعار الحبوب. وفي شؤون الشرق الأوسط، جهود دبلوماسية حثيثة لإقرار اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والكيان الصهيوني. من تونس نحييكم مستمعين مشاهدين الكرام، ونقدم لحضراتكم نشرة السابعة صباحا للأخبار. تنطلق صباح اليوم اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا بمشاركة 140,213 تلميذا وتلميذة في 586 مركزا كتابيا. مدير الإعلام والاتصال بوزارة التربية منذر العافي. مجموع العام للتلاميذ 140,213، عمومي 115,793، وخاص 17,398، الأداء 26,945، الرياضيات 8,061، العلوم التجريبية 28,014، الاقتصاد والتصرف 46,377، العلوم التقنية 15,731، العلوم الإعلامية 10,658، والرياضة 1,427. الإعلان عن النتائج سيكون 25 جوان 2024، دورة المراقبة 1-2-3-4 جويلية، النتيجة 14 جويلية. وخصت وزارة التربية عددا من التلاميذ بجملة من الإجراءات الخصوصية نظرا لظروفهم الصحية والاجتماعية. مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي. في العادة وزارة التربية توفر جملة من الإجراءات الخاصة لتلاميذ ذوي الحاجات الخصوصية، تم إسناد تقريبا 39 تلميذ لتضخيم الخط، وثم زوج تلامذة أطفال قمر هيئتها وزارة التربية كافة الإخطاءات اللازمة، وثم 12 تلميذ في وحدات سجنية. وشدد مدير عام الامتحانات من جهة أخرى على عزم الوزارة على مواجهة أي محاولة للغش خلال الاختبارات بتطبيق صارم للقانون. وزارة التربية تؤكد على أن كل من يتعمد الغش وسيصر على الغش فإنها عندها القرارات الخاصة التأديبية ستطبقها بكل صرامة. الباب عند المدخل لتنبيه التلامذة على عدم اصطحاب أي جهاز إلكتروني، التطبيقة الوحيدة اللي نستعملوها هي عند السادة الرؤساء باش يتم بها الكشف عن ربما الأجهزة الإلكترونية. وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصيص منح جامعية لفائدة المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2024 للدراسة بفرنسا وألمانيا، فضلا عن فتح عدد من المقاعد بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس في بعض الاختصاصات. وأضافت أنه سيتم انتقاء المتفوقين عن طريق مناظرة من خلال الترشح لدورة خاصة بعنوان دورة المتفوقين، والتي تعتمد على نتائج امتحان البكالوريا وفقا لترتيب تفاضلي للمترشحين، مع تمثيل المتحصلين على المراتب الأولى في كل الشعب بنسبة 7% من مجموع النقاط. وتشترط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المترشحين لدورة المتفوقين أن يحصلوا على شهادة البكالوريا 2024 في الدورة الرئيسية، وأن يكون معدلهم النهائي للبكالوريا يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة إلى شعبة الآداب، ويساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة إلى بقية الشعب. شدد رئيس الحكومة أحمد الحشاني على أن مراجعة النظام المالي العالمي الحالي بات ضرورة لإضفاء مزيد من العدالة والإنصاف بالنسبة خاصة إلى الدول الإفريقية التي تشهد نسبة تداين عالية. وأكد في الكلمة التي ألقاها أمس في إطار مشاركته في أشغال القمة الكورية الجنوبية الإفريقية الأولى المنتظمة بسيول
أكد ضرورة العمل الجماعي لإيجاد حلول مستديمة في إطار التعاون بين كوريا الجنوبية ومختلف البلدان الإفريقية من أجل السلام والرخاء في إفريقيا والعالم. وعبر رئيس الحكومة عن تضامن تونس اللامشروط مع الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. دعا اتحاد الفلاحين إلى التعجيل بإصدار مقرر أسعار الحبوب مع الإبقاء على المنحة الاستثنائية المقدرة بعشرة دنانير نظرا لتراجع المردود وتدني الجودة خلال الموسم الحالي بسبب تأثير العوامل المناخية. واعتبرت المنظمة أن تأخر صدور مقرر الأسعار إلى حد اللحظة رغم انطلاق موسم الحصاد وبدء عمليات التجميع يمثل سابقة لا يمكن التغاضي عنها لما يسببه من انشغال كبير وتململ في صفوف المنتجين. أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة أنه لم يتم تشريك المنظمة في تحديد سعر بيع الأضاحي ب 21 دينارا و900 مليم للكيلوغرام الحي. جاء ذلك عقب إعلان المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان والصيد البحري الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة للأضاحي في حدود 21 دينارا و900 مليم للكيلوغرام حي لكافة الأوزان، وأن عمليات البيع ستنطلق يوم السبت القادم. دعت المنسقة الوطنية لعمال الحظائر ممن سنهم دون 45 سنة هبة الله السعدي، دعت رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخل لتسوية ملفهم. وقالت في ندوة صحفية أمس إنه تم طرد حوالي 180 شخصا من المعنيين بالدفعة الأولى من عمال الحظائر وشطب أسمائهم من قائمة الانتداب في الوظيفة العمومية. كما أشارت إلى أن المفصولين كانوا يشغلون وظائف عادية طبقا للسلم الوظيفي في وزارتي الداخلية والدفاع، وتتوفر فيهم شروط التوظيف العمومي وليس لديهم سوابق عدلية وغير مصنفين كإرهابيين. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. على الميدان، وفي أخير تطورات الحرب الصهيونية على قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الصهيونية الليلة الماضية غاراتها على مناطق مختلفة من القطاع مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 37 شهيدا، لتعلن وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى 36,550 شهيدا و 82,959 مصابا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي. في المقابل، اعترف جيش الاحتلال بإصابة 17 عنصرا من قواته إصابات خطيرة في المعارك داخل غزة خلال الساعات 24 الأخيرة، كما اعترف بإصابة 9 من جنوده بجروح في انفجار مخزن للأسلحة بشمالي إسرائيل دون ذكر الأسباب. ومع بلوغ اليوم 43 بعد 200 من الحرب الإسرائيلية على القطاع، تسود حالة من الترقب بشأن الحركة الدبلوماسية الهادف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. ففي حين شدد القيادي في حماس أسامة حمدان على أن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها لن تعقد أي اتفاق مع إسرائيل ما لم يكن هناك موقف واضح بشأن وقف دائم للحرب والانسحاب من القطاع، وأفاد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن الجانب القطري سلم لحماس مقترحا إسرائيليا حول مبادئ اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، مضيفا أن الخارجية القطرية تنتظر موقفا واضحا من إسرائيل حيال مقترح الهدنة الذي أعلنته واشنطن الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، قرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في حال فرضت عقوبات على شخصيات كانت تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية. يأتي ذلك في وقت أقر فيه البرلمان السلوفيني أمس نصا يعترف بدولة فلسطين بموافقة 52 عضوا بعد أسبوع على خطوة مماثلة اتخذتها كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج. إلى هنا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري المفصل. مستمعين مشاهدين الكرام، إليكم التذكير بالعناوين.
اليوم انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا بمشاركة أكثر من 140,200 مترشح. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن تخصيص منح جامعية لفائدة المتفوقين في امتحان البكالوريا للدراسة في فرنسا وألمانيا. في القمة الكورية الجنوبية الأفريقية الأولى، تونس تشدد على ضرورة مراجعة النظام المالي العالمي الحالي. اتحاد الفلاحين يدعو إلى التعجيل بإصدار مقرر أسعار الحبوب. وفي شؤون الشرق الأوسط، جهود دبلوماسية حثيثة لإقرار اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والكيان الصهيوني. يوم سعيد متواصل بعد قليل حتى 9 صباحا مع الحبيب أشغام، مع أجمل تحيات كامل الفريق، دمتم في رعاية الله.